عندنا روجي اللي ماودير 200 ألف، عندنا سلمون أو 300، عندنا اللو أو 130 ألف، عندنا الميرلون 180، عندنا الدورة 100 ألف. غلاء فاحش تعرفه سوق السمك هذه الأيام، خاصة السردين الذي كان يسمى في وقت مضى بالسمك الفقراء ليجاوز سعره حاليا عتبة 1000 دينار لأسباب مختلفة. راهي ناقصة، ما كاش بالبحر ما كاش، يعني تجي ناقصة السردين على هذيك اللي راهي طالع 90 ألف، وبالجمعات الحق حتى 100 ألف. شري المونشار يكون السردين كي تكون شتا هكذا، نحب ناكلها، أنا نحب ناكل السردين. اليوم يدير 90 ألف، يكون عندي مدام راهي غتوحم، قلت له جيب لي السردين، جيت اوبليجي نجيب السردين. استبدال الأسماك الطبيعية بتلك التي تتم تربيتها في البحر أصبح ملاذ البعض في ظل غلاء الأسعار، لكنها لا تستهوي الزبون الباحث عن طعم وفوائد السمك. هو يجي رخيص على هذيك لا ميشرو تاع الرفاش، ورمي الاخر تاعنا ويجي غالي وما كاش سما، ويدخل غير الرفاش على بها ميشرو غير الرفاش. لا انا سي با تري الفاش باسكو ما عندوش الكو، الحوت نتاع الفاش ما باسكو ياكل مواد برودوي، فوالا ياكل دي برودوي، دونك الكو تاعو ما يجيش بنين. انا ايوا انا تاع الفاش خاطي بريفير تاع البحر، البحر إلا نقو. ويبقى المواطن البسيط ضحية الغلاء الفاحش، فالسمك لم يعد في المتناول، وهو مادة غذائية ضرورية لكنها غائبة عن موائد الجزائريين إلى إشعار لاحق.